لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الزنا، قال: الزنا الموجب للحد إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي. يعني إيه غير شرعي؟ يعني ليس بزواج ولا ملك يمين، لقول الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك اليمين لابد أن يكون ثابتا ثبوتا شرعيا، من ولادة لأمة لرجل مسلم أو بيع ثبت تملك صاحبه له بسبب صحيح، أو بأسر وسبي للكفار تقع المرأة فيه في ملك رجل فتكون ملك يمين هو الذي يبيعها بعدها. أصل ذلك كله الكفر. والنساء لا يقتلن في الحروب ولا الأطفال، فهم يكونون رقيقا عند المسلمين الغانمين بعد إخراج الخمس. بننبه الكلام ده عشان ما يتصوره البعض في زماننا من أن ملك اليمين هن النساء التي يستأجرن الخدمة في بعض الدول، ثم يظن البعض أنه قد ملكهن، وهذا ضلال مبين. من فعل ذلك وعاشرها وجب عليه إقامة حد الزنا، لأن المستأجرة المرأة المستأجرة للخدمة هي حرة ومسلمة حرة، لا يمكن أن تسترق، ولا يوجد استئجار على الفاحشة، فإن هذا هو مهر البغي الزانية. قال: إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا، تترتب عليه العقوبة المقررة، من حيث أن إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها، لذا سمي حدا. إن في جرائم تركت العقوبة فيها للحاكم، وهي التي تسمى التعزيرات، العقوبة التعزيرية، يجتهد الحاكم في ضرب أو حبس أو تغريم على الصحيح. وأما الحدود فهي التي نزل ببيانها القرآن والسنة. قال: ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال. نقول التعريف مرة تانية: الزنا تغييب الحشفة هو رأس الذكر، رأسه فقط، أو قدرها. إذا غيب الحشفة أدخل الحشفة، أدخل رأس الذكر فقط الذي من وراء موضع الختان، الجلدة التي تزال من الرجل في الختان تلتصق بأصل الحشفة، فكل ما من ذلك إلى مقدم الذكر يسمى الحشفة، من أول الحد اللي موجود ده. أو قدرها من مقطوعها، يعني واحد حد أصابه إصابة قطع الحشفة وبقي باقي الذكر،
واحد دكتور او مش دكتور جاهل هو بيطهره ويختنه قطع الايه الحشف، مش شايف كويس العضو وهو صغير صغير، فقطع الايه الحشفة. وعلى فكرة سيظل ينتصب، بس هو طبعا ايه يقل جدا تلذذه، لكن سيظل. فهذا اذا ادخل قدر الحشفة اللي هم قدر مثلا سنتي ونص 2 سنتي، او يعني بتتفاوت طبعا، بس نقول قدر هذا من مقطوع الحشفة، من رجل مقطوع الحشفة، يقول تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها. مقطوعها دي يعني ايه؟ رجل مقطوع الحشفة، زي ما تقول رجل مقطوع اليد، يبقى تقول مقطوع اليد، ده وصف الانسان. في فرج محرم، كلمة فرج دي عشان تشمل الدبر كما هو في الاصل القبل. بيقول من في فرج، يعني ما قالوش في قبل. ليه؟ لان هو لو زنى في دبرها، وان لم تفضل بكارة ان كانت بكارة، فان ذلك زنا. يقول محرم لان الزوجة فرجها ليس بمحرم، وملك اليمين فرجها ليس بمحرم. مشتهم بالطبع، طب ده الدبر مشتهم بالطبع عند طائفة من الناس، جمهور العلماء يخرج الحيوان من ذلك. يعني بيقولوا مشتهم بالطبع عشان يقولوا ان فروج الحيوانات ليست مشتهاتا في طباع بني آدم، وان الاصل عندهم عدم معاشرة الايه الحيوانات، يأنفون بذلك الا من انتكست فطرتهم. هيتقال نفس الكلام ده في ايه؟ في الدور. ولذلك ثبتت العقوبة على من يأتي بهيمة. بهيمة دي تشمل بقى كلب، حمارة، كلبة، حمارة، اي حاجة، سواء كان بين الرجل وبين المرأة. يعني طبعا دلوقتي انتشر في اوروبا وغيرها مسألة معاشرة الحيوانات، حتى كونت جمعيات للمطالبة بتوثيق الزواج المدني بين الانسان وبين الحيوان، وبيعملوا حفلات زفاف، تلبس الكلب بدلة وببيونة وتحط صورة الزفاف. انا شفت الكلام ده عندهم، يعني لان كانت حصلت رجة جامدة جدا لما مدرسة المانية في مصر خلت الاولاد يبعتوا ايميلات على الحكومة الالمانية للمطالبة بحقوق الشواذ. فظهر من الكلام ده ان هم عندهم مطالبات بايه من ضمن الانواع الشاذة يعني بالزواج بالحيوانات، فجايبين الصور بقى دي اللي بقول لكم عليها. الجمادات دي حاطط الكلب واقف كده، حاطط ايدي على كتافها وهي لابسه فستان الزفاف المعهود، ومصورين صوره الزفاف. وواحد تاني بقى بالعكس، يعني جايب حماره، هو لابس بدله كامله وجاي واقف جنب الحماره وحاطط لها الفستان التل ده ولبسونها لغايه الاخر، وبيعلنوا الزواج. فعلا والله ناس مطموسه الفطره. بس الحاجات دي على فكره موجوده، يذكرها جلال الدين الرومي بطريقه يعني بيمدح بعضها او يضربها يضرب لها امثالا في المثنوي المعنوي، بيتكلم على معاشره الحيوانات وازاي ممكن
واحدة تعاشر حمار، وواحد بيجيبها قصة يعني عشان ما تقولش المعلومات إلا الواحد بيفهمها. فجايب القصة كده إن هي كانت بتركب له نص قرع، قرع العسل، تفرغه وتركبه له علشان ما يبقاش مضر لأن الحجم كبير، بالألفاظ الصريحة طبعا. الواحد يخجل إن هو يكتبها، بس الراجل اللي الكتاب اللي بيقول عليه قرآن بيسموه قرآن العجم، ويقول كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وفي القصة دي والعياذ بالله. المهم إنها بتعاشره بالإيه، بالقرع العسل المخرومة، تخرم له خرمة قد العضو بتاعه، وبالتالي كانت بتستمتع بيه. فواحدة سمعت بالموضوع فقالت ده كده بتعاشر الحمار بتاعها، يبقى ايه ما اعمل انا كمان، وما فهمتش حكاية ايه القرع العسل ده عشان تحجم القدر الذي يدخل. ف طبعا الحاجة تكسف والله مش كده، بس عشان نعرف بس حقيقة الصوفية، ولما حد يقول لنا جلال الدين الرومي يبقى نعرف الراجل ده كان بيكتب ايه ويقول على ده قرآن، وأي شيء فرق بينه وبين القرآن، عشان اللي يقول كده يبقى كافر خارج من الملة فعلا. أو إن ده كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه. المهم إن عشرة الحمار بتاعها فإيه؟ فاخترقها وقطع الرحم وماتت. فبيقول مش كل واحد تقول له المعلومات، لازم يكون واحد بإيه؟ بيفهم. ده خلاصة القصص يعني. وحاجات للأسف الشديد ان الموضوع ده كان واضح انه موجود في الشعوب بتاعت التتر والترك والفرس، لدرجة ان هم يذكروا هذه الاشياء كأنها امور ايه، كأنها امور يعني موجودة في المجتمع. ولا حول ولا قوة الا بالله. الغرض المقصود ان الشرع قد اتى بقتل الفاعل في الجريمة، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لأنها يعني قد تغيرت فطرتها. لا، هو اللي بيقول إن هيقتل يعني فاعل ذلك بالحيوان يقول أنه زنا، عقوبته القتل. واللي هيقول قتل رجما كمان هيقول مثل ذلك، الا ان هو ذكرنا ده بس هو عند الاكثر ان هو لاخراج فروج الحيوانات على هذا القول، ولان كثيرا من العلماء لا يصحح حديث من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه ويرى في ذلك التعزير البليغ، مع الاتفاق على كون ذلك من الكبائر، كما أن السحاق من الكبائر ولكنه ليس موجبا للحد عند الجماهير لعدم وجود إيلاج، عدم وجود إدخال. هو ازاي نتكلم الحاجات دي؟ ده هو ده المكان الوحيد اللي هتتعلم فيه الثقافة الجنسية ايه الصح منها وايه الباطل وايه المحرم، علشان تدرس من خلال الفقه الشرعي. ان الناس لازم تعرف الكلام ده ايه اللي بيحصل، علشان لما يجي حد، على فكرة مواقع الانترنت مليئة بقضية معاشرة الحيوانات، في مواقع مخصصة زي ما في مواقع عندهم من مواقع الاباحية البورنو دي، مواقع مخصصة للرجال والنساء، في بعضها للرجال والرجال وبعضها للرجال والنساء وبالأنواع المختلفة، ولا يعوذ بالله. من ضمنها مسألة معاشرة الحيوانات خصوصا الكلاب والحمير الحصان أحيانا. قال من غير شبهة نكاح، بيقول في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه، يعني يظن أنه قد تزوجها،
يعني على سبيل المثال تزوج امرأة بغير ولي ودخل بها وعاشرها، ثم علم أن هذا ليس بنكاح صحيح بل هو باطل. هذا التأويل وهذه الشبهة تدرأ الحد، والنص على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دخولا، وقال بما استحل من فرجها وأوجب لها الصداق، فدل ذلك مع تحريم مهر البغي والإجماع على بطلانه وعدم استحقاقه، أنها لا تستحقه ولو كان برضا الزاني، فإن مهر البغي حرام اتفاقا. إذن هذا المهر ليس مهر بغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى به لها. فهناك فرق بين النكاح الذي هو باطل ولكن اشتبه الأمر على من باشروه فظنوا أنه نكاح صحيح، فهذا يسقط به الحد، تسقط بالشبهة فيه الحد، مع وجوب التفريق بينهما واعتبار هذا النكاح كأن لم يكن، إلا أنه لابد من استبراء الرحم، والبعض يقول بل عليها العدة كالنكاح الصحيح، يفارقها قبل أن يعقد عليها وقبل أن يصحح بعقد آخر أو غير ذلك. ومثلا من النكاح الذي فيه شبهة، يقول من غير شبهة نكاح، أن يكون الرجل قد تزوج امرأة رآها أو لم يرها وأدخلوا عليه غيرها، الناس اللي عملوا العقد تلخبطوا فدخلوا عليه أختها ولا بنت عمها وهو يظنها هي، والاثنين شبه بعض وسن متقارب، فعاشرها وبعدين طلعت هي ايه، طلعت مش ليست فلانة التي سماها في العقد بل غيرها. ومن ذلك ما قد يقع في بعض الأعراف، أن يجتمع الناس للعرس ويطعمون الطعام ويكونون قد جهزوا كل شيء، ويأخذوا العروس وعروسة دون أن يقولوا صيغة العقد، ويرون أن العقد بالمعاطاة كما يقع في البيع والشراء في المحقرات، ويغفلون عن أن عقد الزواج عقد شكلي لا بد فيه من الصيغة، الشكلية بتاعته دي لها أثر في أنه لا يصلح إلا بهذا الشكل، بالشكل يعني حاجة منظرة، لا شكلي يعني إيه؟ يعني مش تحقيق المقصود منه وهو تسليم المنفعة أو منفعة البضع وأجوب النفقة والسكنة والكسوة وحل المعاشرة، لا ده العقد ده عقد من شدة تشريفه كان لابد له من صيغة. واللي خالف في ذلك الحنفية مش في الصيغة، في أنهي صيغة لازم هي اللي تنفع، يعني هل الجمهور بيقولوا لابد من لفظ الإنكاح والتزويج ولا يرون لفظ التمليك ولا لفظ الهبة مجزئة. والحديث قد نص في بعض طرقه في المرأة الواهبة نفسها بأن الرسول قال في بعض الروايات ملكتكها،
فقالوا هذا يصلح فيه الهبة، بل أجازوه إذا كان هذا عرفهم بلفظ البيع والإيجار. هو ضعيف جدا، بل لابد من لفظ التزويج والإنكاح أو ما يقوم مقامهما من اللغات الأخرى. وملكتكها لأجل الروايات. الغرض المقصود، الناس بقى في بعض القبائل ما يكونوش واخدين بالهم، عملوا الفرح ونسيوا يقولوا ليه الصيغة، وخد العروسة وروح وعاشرها. الزواج ده زواج ايه؟ باطل، ما حصلش اصلا، ولكن الوطء كان بشبهة، ولذلك يدرأ به الحد. كل حاجة قلنا فيه وطء بشبهة وحصل منه ولد ثبت النسب، بخلاف الزنا فإنه لا نسب يثبت فيه إلا من جهة الأم، يعني ما يبقاش أبوه بحال من الأحوال. اللي يثبت بالنسب لابد من ولود فراش، ومن ضمن ما يثبت به الفراش اعتقاد الحل الناشئ عن الشبهة. قال ولو لم يكن معه إنزال، دي نقطة مهمة، يعني لا يلزم أن ينزل، ما استمتعش بيها، جاله سبب خلاه يقحط، قد دخل الفرج في الفرج فهو زان، لا دخل بعد ذلك للقاضي والشهود بأنه حدث منه إنزال أم لا. قال فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، يعني بالفخذ مثلا، بيدها، بصدرها، فإن بالفم اللي بيسموه الجماع الفموي، هو الكلام على أن الفم لا يسمى فرجا، أما الدبر فيسمى فرجا، لكن هذه الأمور وإن حدث فيها إنزال فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير. يبقى الموضوع ده يلزم منه عقوبة إذا ظهر، وإذا علم بالشهود كخلوة وقبلة ولمسة ومفاخذة حتى ولو كان مع ذلك إنزال. قال فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها. أصبت منها متعة، يعني أصاب منها، استمتع بها لكن لم يجامعها. في الرواية الثانية قال غير أني لم أجامعها. في الرواية الأخرى أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، وفي رواية فعلت فيها بها كل شيء غير أني لم أجمعها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. الرجل استيقظ، يعني ضميره كما يقال، استيقظ فتاب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يطهره، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر سترك الله لو سترت نفسك، يرغبه ان هو كنت ما تحكيش، ما تنشرش الكلام ده وسط المسلمين، عشان كده اخبار الحوادث وبعضها قبيح جدا يجرئ الناس على ارتكاب مثل ذلك. قال سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي رجلا، النبي خلى رجل يمشي وراه، فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان الرجل صلى معهم صلاة العصر، فقال له رجل من القوم
يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال للناس عامة أو للمسلمين عامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. إن الحسنات منها ومن أعظمها الصلاة الخمس، يذهبن السيئات يعني الصغائر التي دون الكبائر. ما السؤال حول العلاج بآلة، العلاج بآلة أو بدعامة، أجهزة تكميلية. نقول ما الذي يدخل؟ الفرج الذي معه الآلة، لأن معظم الدعامات بتبقى بيحصل فيها ذلك، فالفرج ما لابد يدخل مع الدعامة، وبعضها بتبقى دعامات داخل الفرج نفسه، عملية جراحية، وبعضها تكون الآلة بس هي التي إيه؟ تدخل. فالأول هو الزنا، وأما دخول الآلة فليس بزنا. بس اللي دخل إيه؟ لو دخلت الآلة فقط بيقول العضو مبتور بطر شديد، هل دخل في الفرج قدر الحشفة؟ اللي بنقول 2 سنتي دول مثلا، ولا هذا متفاوت يعني. فإذا لم يدخل ذلك وإنما الذي دخل الآلة فلا يعني فلا لا يقام حد الزنا. قال أقسام الزنا: الزاني إما أن يكون بكرة أو محصنة، ولكل منهما حكم يخصه. اتفقنا المرة السابقة، أوضحنا يعني، أن البكرة في أمر الزنا يختلف عنه في أمر الزواج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالبكر هو الذي لم يطأ في أو توطأ في نكاح شرعي صحيح. أما الثيب فهو من وطأ أو وطئت في نكاح شرعي صحيح، ولو تكرر من البكر ذكرا أو أنثى مرات الوطئ بلا زواج فهو على وصف البكارة، ولو زالت البكارة من المرأة، لو زال غشاء البكارة وفضت بكارتها لكن ليس في نكاح فلا تزال بكرا في أحكام الزنا، وليست بكرا في أحكام الزواج. والمحصن هو من وطأ وطئت في نكاح شرعي صحيح. قال: ولكل منهما حكم يخصه حد البكر. اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه وفي سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.